الكلاب والقطط مش بينقلوا فيروس كورونا. الكلاب والقطط مش بينقلوا كورونا. الكلاب والقطط ما بينقلوش فيروس كورونا، ده مش كلامي، ده كلام منظمة الصحة العالمية. الكلاب والقطط ما بينقلوش فيروس كورونا. الكلاب والحيوانات بشكل عام ما بتنقلش فيروس كورونا. الكلاب والقطط ما بتنقلش فيروس الكورونا، ده مش كلامي، ده كلام منظمة الصحة العالمية. الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة مش بينقلوا فيروس كورونا، وده مش كلامي، ده كلام منظمة الصحة العالمية. الكلاب والقطط ما بتنقلش فيروس الكورونا. القطط والكلاب والحيوانات الأليفة ما بتنقلش مرض كورونا. الكلاب والقطط ما بتنقلش فيروس كورونا. الكلاب والقطط مش بينقلوا فيروس الكورونا. الكلاب والقطط مش بينقلوا فيروس الكورونا. الكلاب والقطط ما بينقلوش فيروس كورونا. الكلاب والقطط ما بينقلوش فيروس كورونا، وده مش كلامي، ده كلام منظمة الصحة العالمية. الحيوانات مش بينقلوا فيروس كورونا، وده مش كلامي أنا خالص، ده كلام منظمة الصحة العالمية. الحيوانات اللي عايشة معانا في البيت، الكلاب القطط، ما بتنقلش فيروس كورونا. الكلاب والقطط ما بينقلوش فيروس كورونا. الحيوانات خاصة الكلاب والقطط غير حاملين لمرض الكورونا. بنأكد لكم إنه منظمة الصحة العالمية أكدت إن الكلاب والقطط مش بتنقل فيروس كورونا. لو أي حد قلقان أو مش مطمن من الكلام ده يخش ويحاول يلاقي أي حاجة بتقول عكس كده، مفيش أي حاجة بتقول كده. يا جماعة ده مش حقيقي، اسألوا الأول. ادخلوا بنفسكم اتأكدوا من كلامي. في ناس بتتخلص من القطط والكلاب اللي عندها وبتوزعهم، حرام علينا، حرام علينا بجد إن احنا نعمل كده فيهم، لأن دي روح. في ناس كتير جدا ابتدت تسرح الكلاب بتاعتها والقطط بتاعتها، وفي ناس ابتدت تقتلهم، وفي ناس بتبقى بشوف عنف في الشوارع مع الحيوانات الأليفة. ما كنتوش جبتوهم من الأول ولا ربيتوهم، لو في أول ملف قصاد اول اشاعه هنرميهم في الشارع. انا مش فاهمه انتوا ازاي اصلا يجي في بالكم انتوا ترموا كلابكو، مش فاهمه ازاي حد كبر عندكم وعاش معاكم. ازاي ممكن تتخلى عن روح بعد ما اعتمدت عليك وما لهش اي حد غيرك؟ مش متخيل ازاي ان ممكن حد ينسى كل الحب اللي كلبه وقطته بيحبه له. ممكن تتخلى عنها بالسهوله دي؟ ليه ترموا كلب اللي انتوا جبتوه للعيله وهو he's already part of العيله؟ ليه ترموه بره العيله؟